تطوى صفحة التهرب من المسؤوليات. يقرر الاتحاد الأوروبي أن جميع دوله ستخضع بشكل عادل لمهمة تقاسم اللاجئين، لا استثناءات في الأمر ولا أعذار. لوكسمبورغ نهاية المطاف. المقر الرئيسي لمحكمة العدل الأوروبية تضع حرب اللاجئين أوزارها هنا، فتقرر المحكمة بعد جدل عقيم امتد سنوات أن القرار النهائي بشأن الهجرة والمؤلف من ثلاثة بنود رئيسية سيطبق على كافة الدول مهما كانت الظروف كبند أول، أما البند الثاني فيطلب به من كرواتيا فحص طلبات الحماية الدولية من قبل الأشخاص الذين عبروا حدودها بشكل جماعي خلال أزمة الهجرة بين 2015 و2016. أما عن ثالث البنود فهو يخص سلوفاكيا والمجر بالاسم، ويحتم عليهم توطين المهاجرين الذين وصلوا إليهما وعدم ترحيلهم لدول أوروبية أخرى، وهو ما لم يعجب الدولتين معا، فقدمتا طعنا مشتركا بالقرار لكنه قوبل بالرفض. وقال مستشار المحكمة إن القرار يساعد تلقائيا في تخفيف الضغط الكبير على أنظمة اللجوء في إيطاليا واليونان. القرار الذي ستطبقه سلوفاكيا والمجر مكرهتين لاقى في المقابل ترحيبا ألمانيا واسعا، واعتبرت الحكومة حكم محكمة العدل الأوروبية بأنه دعم للسياسة التي تتبعها برلين بهذا الصدد، ورأت فيه تأكيدا بأن قواعد اتفاقية دبلن تتمتع بالصلاحية في كل الظروف. وهناك أحزاب داخلية قالت إن الاتحاد الأوروبي هو حزمة قواعد وليس ناديا يختار منه الأعضاء ما يعجبهم فقط.